السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمتابعين الأعزاء. فيديو جديد عن طيارة جديدة بريموت كنترول من أسطول طيارتنا. هي أصلا هي دي بس والتانية اللي عندنا، فمش عايزين نهبد. طبعا كلنا متعودين عن الطيارات، أو اللي نعرفه عن الطيارات إنها بتطير. طيب إيه الجديد في الطيارة دي زائد إنها بتطير بتمشي؟ يعني الطيارة دي بتمشي على الأرض بتطير في الجو. وخد التجيلة، الطيارة دي بتعوم. طيب بتعوم إزاي؟ الخامة الفوم بتاعتها بتساعدها انها تطفو فوق المية. خلونا نفتح مع بعض الكرتونة ونشوف مع بعض ايه محتواها. عندك هنا نقول بسم الله ونشيل القطعة دي. دي الطيارة نفسها، طبعا شكلها حلو ولونها الازرق ده جميل جدا، عليها استيكرات كتير. طيب هنا النظام مختلف عن كل الطيارات اللي جربناها قبل كده. ايه النظام المختلف ده؟ الطيارة هنا معتمدة في طيرانها على الحركة القدام يا جماعة. دي زي الطيارات المدنية، عكس الطيارات اللي شبه الدرون، يعني ما بتعملش إقلاع لفوق كده، لا إقلاعها بيعتمد على إنها تيجي لقدام وبعدها تطير. نشوف مع بعض بقية محتويات العلبة. معك هنا ريموت كنترول بتردد 2.4 جيجا هرتز، بيدي لك مدى اتصال محترم بره البيت، بس مش بيدي لك مدى اتصال جوه البيت، كده كده احنا مش هنطيرها جوه البيت اصلا. ريموت كنترول عادي بيشتغل بحجارة من الصغيرة. معك هنا كتيب تعليمات بيعرفك ازاي تطير الطيارة. طبعا انا بعرفكم، مش هنلجي احنا الورق وكلام من ده. الجزئين دول بيركبوا في الطيارة علشان يعملوا زي يعني بيظبطوها كده وهي ماشية. هنركب ده كله مع بعض. شاحن 3.7 فولت، تقدر تشحن البطارية بوصلة الشاحن دي من اي باور بانك او راس شاحن بتاعة موبايل. عندك هنا كمان بطارية، واللي بيجيلك بسعة 250 ميلي امبير 3.7 فولت. طبعا البطارية حجمها صغير جدا جدا، وفي ناس كتير هتقول دي ما تطيرهاش 10 ثواني على بعض، لكن يسعدني ان اقول لكم ان البطارية دي بتكفيها وقت طيران من 5-6 دقايق. طب ازاي دي الصغيرة دي تديها وقت التشغيل ده كله؟ رقم واحد، الطيارة اصلا مش معتمدة على 4 محركات، معتمدة على محركين بس، والمحركين دول بيعملوا عملية دفع. ففي فرق بين ان الطيارة تبقى المراوح هي اللي شايلاها وبين ان الهواء اللي يبقى شايل الطيارة. عندك هنا شوية اكسسوارز، وهي البتاعة دي اول مرة اشوفها. دي وظيفتها انك لو حابب تبدل المراوح، لو لا قدر الله مروحة اتكسرت، بتفك المروحة بالجزء ده وتركب مروحة غيرها. كده كده ان شاء الله مش هنلجئ لموضوع فك المراوح. عندك ايه كمان؟ مروحتين احتياطيتين اللي هم دول باللون الازرق والاحمر زي المروحتين اللي راكبين في الطيارة. وعندك هنا عجل، العجل ده بيركب في الطيارة من تحت عشان يديها سماحية انها تتحرك. نركبهم مع بعض كده بالمرة. بص يا سيدي، عندك دي نعمل فوكس، عندك العجلة دي بتركب بالشكل ده. بس كده ركبت، ومتينة جدا وسلسة جدا. وعندك الجزء الخلفي، نركب مع بعض العجلة بتاعته، هي عجلة مزدوجة اهي. بس كده ركبت، وده شكلها اللي مش نهائي لان احنا لسه عندنا جزئين كمان. الجزء ده بيركب بالطريقة دي، نركز مع بعض، نعمل فوكس مع بعض. تركب الجزء ده كده، نزل دي مكانها كده، وبعد كده تروح دايس تزج دي لقدام، تحرك دي لقدام لحد ما تسمع تكة الأمان إنها ركبت. كده ركبت تمام. نركب الجزء التاني، سهلة وبسيطة زي ما قلنا، تحرك دي لقدام لغاية ما تسمع تكة الأمان. اهو بس كده ركبت. وده يا سيدي شكلها النهائي، شكل الطيارة النهائي ولون الطيارة النهائي. نسيت كمان اقول لكم على حاجة، وان الطيارة موجودة معانا باللون الاحمر. حلو الاحمر صح؟ انا بحب اللون الاحمر، وبحب الازرق، وبحب الاسود ومنايل. بشكل عام كل الالوان حلوة، بس حبيت اعرفكم ان الطيارة متوفرة من خلالنا باللون الاحمر واللون الازرق. والله حلو الاحمر، كنت عملت ريفيو عن الحمر. يلا مش مشكلة، نكمل مع بعض ونشوف بقية التفاصيل. عشان نركب البطارية يا سيدي بتشيل الجزء ده، فكنا مع بعض الجزء ده. عندك هنا الكابل بتاع البطارية. نرجع لجزئية
ازاي الطيارة بتنزل المية وتعوم بدون ما تبوظ، بدون ما مية تخش جواها. بص يا سيدي، الجزء اللي من تحت ده اصلا متقفل كويس جدا جدا ومش منفذ على فوق، والمذر بورد بتاعت الطيارة هنا في العلبة الصغيرة دي، فهي طبعا محمية وفي نفس الوقت المية ما بتطلعش عندها فوق. فكل اللي بتعمله انك بتجيب البطارية، ادي البطارية، وتركبها بالشكل ده، تمسك الجاك ده الوصلة دي وتركبها مع الوصلة دي، تبدأ تنور معاك. نحط البطارية كده، بصراحة المكان بتاع البطارية حلو، المكان البطارية ممكن يساع بطارية أكبر من كده بحاجات بسيطة مش بكتير. بعدها بتروح حاطط مركب الجزء ده كده وتروح ضاغط بس، تعوم تمشي تجري تطير. بصراحة تجربتها كانت ممتعة، ممتعة كمان أكتر من الطيارات التانية اللي بتطير لفوق. طيب ليه يا محمود؟ ليه دي بتطير طيرانها أحلى من التانية؟ بص يا سيدي، التانية اللي هي الرباعية اللي بتبقى واقفة في الجو دي، تيجي توديها يمين بتروح يمين كده، وتروح شمال كده، تروح قدام كده، تروح ورا كده، يعني تحس إن هو جسم ثابت لكن بيتحرك يمين شمال قدام ورا عشان 4 قنوات. طبعا الطيارات اللي بالشكل ده ممتازة، ما بقدرش أقول إنها وحشة، لكن الفكرة هنا إنك بتاخد تجربة طيران مختلفة. طيب إزاي مختلفة؟ انك ما عندكش كنترول على قدام وورا، انت عندك كنترول على شمال ويمين. فاذا الطياره طايره، حبيت ترجعها لورا بتضطر تلف اللف هنا، يعني لفيتها هنا حودتها شمال ويمين فيزيائيه كده بشكل ظريف كده زي الطيارات الحجاجيه بالظبط. هي هنا بتتعامل زي الطيارات الحجاجيه بالظبط، وهي انها بتميل ناحيه الشمال عشان تتحرك ناحيه الشمال، وتلف عشان تيجي تلف يمين برضو بتلف بتميل ناحية اليمين جامد وتبدأ تلف، بتلف حواليك كده بصراحة بشكل تحفة زي ما هنشوف مع بعض في فيديو التجربة. طيب عندنا هنا من تحت في إضاءة، أنا عايز أوريك الإضاءة، عايز أطفي النور عشان نشوف الإضاءة مع بعض. خلينا نطفي النور ونشوف الإضاءة من تحت شكلها عامل إزاي. وزي ما احنا شايفين يا جماعة مع بعض، الإضاءة بتاعتها شكلها حلو جدا في الضلمة، طبعا بالليل تنورها، بالنهار تطفيها زي ما أنت عايز، هي بتنور وتطفي حاليا علشان مش متوصله بالريموت. اول ما تتوصل بالريموت النور بتاعها بيثبت، تقدر بعد كده تكنترول عليه تشغله او تطفيه. طيب رجعنا نورنا النور، خلونا مع بعض نعمل اتصال من جديد بين الطياره والريموت. نعمل ده ازاي؟ بتشغل الريموت بشكل عادي جدا، خد بالك مش محتاج انك ترفع الجويستيك لقدام ولفوق ولتحت، اول ما بتشغل الريموت بيعمل اتصال مباشر مع الريموت. نجرب مع بعض مره كمان، طفينا الريموت، ما عندكش اي كنترول طالما الريموت مطفي، شغلنا الريموت بس هو اداك تيت، دي بيدي لك اشاره صوتيه ان خلاص تم الاتصال ما بين الريموت وما بين الطياره. عايز تحرك قدام من هنا، الموتر بتاعتها بصراحه قويه جدا. عايز تحرك شمال ويمين، بتحرك شمال ويمين من هنا ومن هنا. خد بالك برضو من حاجة، مش شرط انك ترفع الجويستيك الشمال عشان تحرك شمال ويمين، كده كده علشان تعمل عملية اقلاع لازم عملية الاقلاع بتتم من الجويستيك ده، يعني لازم تبدأ بده. أوب. الطيارة دي علشان تعمل اقلاع بشكل كويس حاجة من اتنين، يا تحطها على الارض او تمسكها وترميها. بشكل عام الزرارين دول ما تعملش بيهم حاجة، يعني انا حابب ان انا اوصل لكم الوظيفة بتاعتهم. ده لو دوست عليه كتير بيخلي الطياره ترمي يمين، ده لو دوست عليه شمال كتير بيخلي الطياره ترمي شمال، فاحنا اللي عايزين الطياره لا ترمي يمين ولا ترمي شمال، كده كده لما نرستر الريموت بترجع لطبيعتها. عندك من هنا من فوق زرارين كمان، ايه وظيفتهم؟ الشمال بيتحكم معاك في الاضاءه، بحب جدا جدا الطيارات اللي فيها ازرار بتتحكم في الاضاءه، يعني حته انك تجبرني على نور انا بتضايق من الموضوع ده، الموضوع ده بيستفزني. عندك من هنا كنترول على الاضاءه، تقدر تطفي النور وتنور زي ما احنا شايفين مع بعض، اتمنى تكونوا شايفين اصلا، يعني من هنا تتحكم في الاضاءه. طيب من هنا عندك هنا تتحكم في السرعات، الطيار هنا فيها سرعتين، لو دوسنا كده السرعه الثانيه، السرعه الاولى نركز مع بعض يدي لك اشاره صوتيه واحده كده، السرعه الثانيه كده، السرعه الاولى كده كده، يعني ما بشوفش فرق ملحوظ بين السرعتين لان الطياره في المجمل بتطير، يعني حركتها ما شاء الله عليها سريعة جدا جدا، ننوه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، غير مناسبة للطيران جوه البيت.
لان دي بتطير بره البيت، بس عايزه مكان كبير عشان تبدا تعمل اقلاع، حتى الدوران بتاعها عشان تلف حوالين نفسها وعشان تلف حواليك محتاجه مكان واسع جدا جدا. الطياره يا جماعه بجد بجد تجربتها كانت ممتازه، وبصراحه قبل ما اجرب النوع ده شفته كتير قبل كده بس ما كنتش بحبه يعني، وكنت فاكره ان هو فيستك، لكن ما طلعش فيستك وطلع بصراحه مميز جدا، وقيمه مقابل سعر ممتازه في الفئه السعريه بتاعتها. خلونا مع بعض دلوقتي نروح على فيديو التجربه. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية فيديو النهاردة، أتمنى لو عجبكم ما تنسوش دوسوا لايك لو الفيديو عجبكم، للناس اللي مش مشتركة اشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس عشان توصلكم إشعارات بكل فيديوهاتنا الجاية اللي في 22 متوفرة باللونين الأزرق والأحمر من خلالنا. لو حابين تعرفوا أكتر طبعا كلمونا واتساب على 011-17-16-25-29، تابعونا على فيسبوك، هنا على اليوتيوب، انستجرام، تليجرام، تيك توك، إن شاء الله تلاقونا على جميع المنصات عشان نحاول دايما نقدم لكم كل جديد. ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.